مكرونه بقى اللي اللي بالتونه بقى عندنا النهارده. تونه، جزر، بسله، مكرونه صغننه، كل ما تبقى صغننه كل ما تبقى احلى. عندنا بنجر مكعبات صغننه برضو، عندنا ليمون وخل، بسله وجزر وتوم وزعتر ولبن. هنعمل ايه؟ حبه لبن مع خل، ليمون، خلاص لبن خل ليمون، لبن رايب مع لبن عادي، خل وليمون، فلفل اسود وملح، وهنحط المايونيز ممكن مستردة لو عايزين، هنحط حبة الكمون، ماشي، وفص توم كده أو فصين بالكتير يعني، ماشي. يبقى المقادير عندنا مكرونه صغننه المرمريه العقل الصغننه خالص او اي نوع مكرونه انتوا بتحبوها، بسله، جزر مبشور، ماشي اهو. نفرم كده التوم، بصوا بقى الجزر، البسله، طبعا البسله بتبقى مسلوقه، الجزر، البسله، البنجر، المايونيز واللبن الرايب مع اللبن العادي مع الخل مع الليمون مع الملح والفلفل ورشه الكمون، كل ده مع بعضه. هنحط بقى والثوم، ما ننساش الثوم، الزعتر، المكرونه هتبقى لونها بينك كده زي الدريسنج بتاعنا اهو، شايفين الجمال، بسله، جزر مبشور، مكرونه، عشان كده بقول لك خلي المكرونه صغننه عشان تبقى كل الحاجات اللي فيها صغننه، بنجر، مايونيز، لبن رايب، لبن عادي، كمان حطينا خل وليمون وملح وفلفل. ادوقها كده واشوف ناقصه ايه. مش ناقصه اي حاجه. بصوا بقى التونه، بصوا بقى كده التونه ههرسها كويس قوي. ممكن نحط دول مثلا، عايزه اقول لكم ده كيس مكرونه ودول علبتين تونه، ماشي، نحطها كده احط كده معلقه والباقي فوق الوش. طبعا دي بقى ممكن نحط تونه على انشوجه على سردين لو عايزين، نحط التونه كده، نحط على التونه زعتر كده. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.